أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الفقرة من التغطية الخاصة لقناة المغاربية حول وفاة اللواء المتقاعد خالد نزار. إذن دفن ظهر اليوم جثمان اللواء المتقاعد خالد نزار بمقبرة العالية بالعاصمة الجزائر، وقد توفي خالد نزار أمس الجمعة عن عمر ناهز 86 سنة إثر مرض عضال. وشهدت مراسم الجنازة حضور الوزير الأول نذير العرباوي ورئيس أركان الجيش الفريق أول السعيد شنقريحة. وكان نزار ملاحقا قبل وفاته من قبل القضاء السويسري بتهم تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في حق الشعب الجزائري والاشتباه في الموافقة والتنسيق والتشجيع عن علم وتعمد، تشجيع أولا التعذيب وغيره من الأعمال القاسية واللا إنسانية والمهينة وانتهاكات للسلامة الجسدية والعقلية واعتقالات وإدانات تعسفية، فضلا عن عمليات إعدام خارج نطاق القضاء، وذلك أثناء توليه وزارة الدفاع خلال عشرية الدم والدمار في الجزائر. أنا خذيت قرار باش نحبسوا المساحة، وهذا قرار سياسي. هذا هو خالد نزار، رجل السلطة القوي في فترة التسعينيات. رحل خالد نزار اللواء المتقاعد ووزير الدفاع الأسبق بعد سجل حافل في هرم السلطة، بداية من أحداث أكتوبر عام 88-900 إلى غاية تصدره المؤسسة العسكرية والمشهد السياسي بكل تجلياته في فترة التسعينيات، قائدا للجيش ووزيرا للدفاع ثم عضوا فاعلا في المجلس الأعلى للدولة. خالد نزار لا يشق له غبار في تمثيل سطوة الجيش وواجهة المؤسسة العسكرية، وهو من أعاد لها بريقها في قيادة البلاد بعد أن كادت الجزائر تنتقل إلى بلد ديمقراطي جراء دستور الانفتاح الذي جعل الجزائريين يحلمون بإنجاز دولة المؤسسات وتطبيق أهداف بيان أول نوفمبر وفاء لأمانة الشهداء. غادر خالد نزار الحياة وسيرته اليوم على أكثر من لسان، قلة تراه منقذا للجزائر والديمقراطية عبر إسهاماته في تأسيس لجنة إنقاذ الجزائر خلال التسعينيات، وغالبية تؤكد أنه من هندس الانقلاب العسكري على إرادة الشعب وضيع فرصة ذهبية على ملايين الجزائريين من أجل إقلاع حضاري تنموي ديمقراطي بتوافق الخيرين من البلاد. صحيح لم يكن خالد نزار لوحده في سباق ما جرى أثناء العشرية الدموية، لكن كثيرا من مراقبي تلك المرحلة الأليمة يرونه رائدا في قيادة البلاد نحو المجهول، ويكفي شواهد تداعيات الانقلاب مقتل ربع مليون من الجزائريين واختفاء عشرات الآلاف قسرا، فضلا عن التدمير والتخريب للبنية التحتية وهجرة الآلاف من خيرة النخبة. مات خالد نزار وانقضى أمره، لكن إسهاماته الواسعة في دماء الجزائريين وآلامهم ستبقى حاضرة طول الدهر، وسيبقى غضب آلاف الضحايا ممتدا جراء ما جرى لأبنائهم. بل يكفي أن ملفاته القضائية ظلت مفتوحة لسنوات في المحاكم السويسرية بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وبوفاة خالد نزار أحد رجالات المنظومة الأمنية العسكرية أو الكل الأمني المطبقة في التسعينيات، حري بكثير من العقلاء التساؤل من جديد عن جدوى تلك السنوات العجاف التي ضاعت من عمر الجزائريين ألما ودما وضياعا، وماذا لو استمع نزار لكلمات التصالح والتوادد بين الجزائريين كما كان يطلب آنذاك أحمد طالب الإبراهيمي وعبد الحميد مهري وآيت أحمد وعبد القادر حشاني وغيرهم. رحيل خالد نزار في هذا الوقت إشارة لرجالات سلطة الأمر الواقع، والسعيد من اتعظ بغيره وكفى بالموت واعظا، فهل يعتبر أصحاب النفوذ مما جرى وينتصرون للغة العقل والحكمة؟ فالجزائر كما حررها الجميع يبنيها الجميع. إذا مشاهدينا الأعزاء، نتحدث عن خالد نزار. خالد نزار وزير الدفاع، ارتبط اسمه بأحلك الفترات التاريخية في الجزائر منذ استقلالها على الإطلاق، أكثرها دموية ورعبا وبؤسا وتعاسة على الجزائريين، عنوان لمنظومة حكم ولمشروع قادته هذه المنظومة وتقوده حتى الآن. لمناقشة
هذا العنوان أسعد باستضافة الأستاذ سفيان شويطر المحامي والخبير في القانون الدولي، هو معي عبر خدمة سكايب من موريال بكندا، وكذلك استضيف سيد علي بالحاج نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ، هو معي عبر الهاتف من الجزائر، كما سينضم إلي ضيوف آخرون في خلال هذه الفقرة من التغطية. أبدأ معك سيد علي بالحاج، توفي إذن خالد نزار والذي ارتبط اسمه بأحداث تاريخية وبصفحات من تاريخ هذه البلاد. وأنا أبحث في هذا الموضوع استوقفتني البداية وشهادات عن الرجل، من أين جاء يعني، وكيف جاء إلى الجيش الجزائري عام 58 يعني، والثورة في وجهها، هرب من الجيش الفرنسي الذي كان يخدم فيه، وبقت روايتان عالقتان حول فراره من الجيش كمقدمة فقط. وأنا أقرأ للتاريخ يعني مقولة للأستاذ الكبير عبد العزيز بوبكير، وهو كاتب مذكرات الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد. يقول عبد العزيز بوبكير: عاد نزار من الهاربين وعد من الهاربين من الجيش الفرنسي عام 58، وأسباب التحاقه بالجيش تبقى إلى اليوم مجهولة. يقول بوبكير: بقي البعض يقول التحق في دفعة لاكوست المشهورة للتجسس على الثورة واختراقها، والبعض الآخر يقول إنه التحق ضمن الفرار الكبير لضباط الجزائريين اللي يسمون ضباط فرنسا، يعني ضباط الجزائريين الذين كانوا في الجيش الفرنسي. لكن الملفت أنه الأستاذ عبد العزيز بوبكير يروي عن الشاذلي بن جديد، هذا ما يسمى بالإنجليزية الكووت، يعني هذه رواية لا نتدخل فيها، نرويها كما قالها. يقول عن الشاذلي بن جديد، نفتح القوس، الشاذلي يتكلم لبوبكير يقول له: الشكوك ظلت حائمة حول خالد نزار في جيش التحرير، التحق بعدها بالمنطقة الأولى في القاعدة الشرقية، واعتبر آنذاك مدسوسا من الجيش الفرنسي. ونغلق القوس. هذه الرواية ينقلها عبد العزيز بوبكير عن الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد، ويكمل عبد العزيز ويفتح القوس: إن هذا الإنسان خالد نزار إما أن يطرد، يعني يروي عن نواب الشاذلي بن جديد آنذاك في الجيش، يقولون له إن هذا الإنسان يعني خالد نزار إما أن يطرد أو يقتل. يقول عبد العزيز بوبكير: لكن الشاذلي بن جديد تدخل بحكم ولائه للقيادة فقال لنوابه: نحن نحترم قرار قيادة الأركان برئاسة الراحل كريم بالقاسم آنذاك. لذلك يقول عبد العزيز: لم ينفذ في خالد نزار حكم الإعدام ونجا. هذا ما رواه بوبكير عبد العزيز، وكبداية حتى نعرف، لأنه قضية ليست شخصية يعني، ونحن نتحدث عن شخص ما، نحن نتحدث عن عنوان من عناوين هذه المقدمة. من أين تبدأ شيخ علي بالحاج وأنت تتحدث عن خالد نزار؟ والله أبدأ بقوله تبارك وتعالى في آخر آية من كتاب الله تبارك وتعالى، آخر آية نزلت في القرآن الكريم، قوله تبارك وتعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. الحقيقة الكلام طويل والأفكار تتوارد والوقائع التاريخية والتوثيق، يعني في الحقيقة يحتاج، لا أقول إلى ساعتين أو ثلاث، يحتاج إلى ساعات. البارحة توفي مواطنون جزائريون، واليوم أيضا توفي
مواطنون جزائريون ودفنوا، ولكن لا يعلم أخبارهم إلا أهلهم أو أهل الحي، دفنوا وترحم عليهم. لكن وفاة القائد تاع المخابرات، يعني هو قائد كلش في ذلك الوقت، يعني الذي يعرف الحقائق والدقائق، أصبح خبرا شائعا هنا وهناك. إذن فهذه الشخصية ليست شخصية مواطن عادي، نتحدث عن مواطن نترحم عنه ونقول المولى تبارك وتعالى رحيم ودود، ولكن هذا ترك آثارا وترك بعد قراراته الاستبدادية، ولا أقول السياسية، هو يقول سياسية ولكنها استبدادية عسكرية، أدخلت البلاد في نفق مظلم لم نخرج منه إلى يوم الناس هذا. ونبدأ حتى أساعدك أنا في الترتيب التاريخي سيدي، خلينا نمسك أهم المحطات ونتحدث عن أكتوبر، وأنت شاهد عيان دور الرجل في 5 أكتوبر، لأني أريد أن أتقدم لما بعد أكتوبر وما بعد الانتخابات وبعد الانفتاح السياسي. أكتوبر كما لا يعلم الذي لا يعلم لا سيما الشباب اليوم ينبغي أن يعلموا، أكتوبر جاءت بعد 30 سنة من حكم الواحد. صحيح. وبالنسبة لوزير الدفاع الأسبق كلفه شاذلي بن جديد بقمع المظاهرات التي كانت في قلب العاصمة، بداية من بن جراح وباب الواد والحراش إلى آخره، وتحركت إلى ولايات أخرى. والرجل على كل حال أعفانا من كثير من الأجوبة، لأن ما تركه من مذكرات ومن استجوابات ومن لقاءات، الذي يريد أن يعرف لابد خير، بعض الناس يقولون كذا وبعض الناس يقولون كذا، ولكن هنالك رصيد كبير من الوثائق ومن ما كتبه هو بيده. هذا في الحقيقة يكفي للناس ليعرفوا أنه اعترف في ذلك الوقت بأنه تم يعني قتل الناس وتعذيبهم، وقال هو على كل حال في مذكراته لم يأتيني خبر التعذيب إلا 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 مؤخرا. إذن نحن الآن، أنا لست أدري من أين أبدأ ولا إلى أين أنتهي، والوقت لا يكفي، ولا أريد أن أخذ من حق غيري، ولذلك أريد منكم بإذن الله تبارك وتعالى فقط في عجالة. نحن طبعا سنؤطر هذا النقاش حتى لأنه مستحيل أن نتحدث عن كل شيء، وإلا ربما احتل الفجر وما نشرح نكمل المحاور، لكن كعنوان فقط ما الذي كان 5 أكتوبر 1988 بالنسبة للشعب الجزائري؟ 5 أكتوبر كانت انفراجة كبرى بعد 30 سنة من الاستبداد ومن القمع ومن منع الناس من ممارسة حقوقهم، يعني في الحقيقة شيء، وهذا في وقت التعددية. إذن الرجل له مواقف عند في الأحادية وعنده مواقف بعد التعددية، لابد أنه، وعنده مواقف قبل الثورة وعنده مواقف أثناء الثورة، فهذه يعني في الحصيلة لماذا؟ لأن الجنازة تاع اليوم هي في الحقيقة استفزاز لمشاعر الأمة الجزائرية، يعني جنازة رسمية. إذن لابد أن نتكلم، لو كانت جنازة عادية ربما الإنسان يتكلم، أما
أن تعته يحضرها يعني بطريقة رسمية الوزير الأول، ويحضرها يعني قائد الأركان ويعني قادة النواحي. هذا يدلك دلالة على أن هنالك تخريجة وبداية بتزوير التاريخ وتلميعه وبيانه أنه منقذ الجمهورية، وهو دورنا. نعم، ولذلك نحن سوف نرد يعني أحسن مناسبا مع الواقع. لو كانت الجنازة أخذت طريق، أو حتى رسالة تبون عندما بدأها يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، يعني في الحقيقة هذا كلام لا يقال هكذا. نعم، طيب راح نجي لك لها واحدة واحدة، يعني لأنه الجنازة ومراسيم الجنازة هي تعطيك العنوان أن القضية مش قضية خالد نزار، هي قضية مشروع نظام حكم خالد ولا زين الدين ولا عمر ولا علي ولا اسمه مدين ولا اسمه العماري أو اسمه اسماعيل أو اسمه، هو يجاوب أو يقول أنه خالد جنز خالد نزار مراسيمها هي عنوان أنه نفس النظام ونفس المشروع، سنأتي إليه واحدة واحدة. نتابع مشاهدينا الأعزاء، ما دمنا نتحدث عن 5 أكتوبر، ما الذي قاله نزار بعدها؟ Ils ont commencé par des manifestations monstres. Des manifestations de plus de 50 000 jusqu'à 75 000 hommes, malgré que, à l'époque, il y avait l'état de siège et interdiction de se rassembler. Parce que l'état de siège, c'est ça. Il y a interdiction de se rassembler. Utilisation des armes uniquement pour faire disperser les gens et dans des normes bien réglementées, à savoir on ne tire pas pour tuer, on tire pour faire disperser, on désigne le chef désigne une arme, tire dans les jambes après avoir donné des sommations pour faire disperser les gens, c'est tout. Le malheur, c'est que les gens, la troupe qui n'avait pas l'habitude au maintien d'ordre, tirait soit par terre, soit en l'air. Et c'est là où ça fait le plus de dégâts. Parce que tirer par terre, vous avez 2 projectiles au lieu d'un. Vous avez l'enveloppe qui est en l'étang, qui part d'un côté, et vous avez le noyau d'acier qui part de l'autre. Devant une foule, c'est là où ça fait des dégâts. Aujourd'hui, vous vous dites que notre riposte était disproportionnée par rapport à la nature des événements. Non, je ne dirais pas disproportionné, je dirais que je regrette bien sûr qu'il y ait eu des morts, mais il n'y avait pas moyen de faire autrement. أستاذ سفيان شويتر، خالد نزار و 5 أكتوبر هو عنوان لمرحلة كيفية تعامل النظام مع ثورة شعب وانتفاضة شعب، كيف تقرأ هذا العنوان؟ أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحية طيبة للجميع. نعم، اللواء المتقاعد خالد نزار في الحقيقة الأمر الكل بدأ يسمع يعني بشكل عام يسمع به، هي عندما تم تعيينه هو كان قائدا لأركان الجيش، وتم تعيينه إبان انتفاضة أكتوبر 88 كقائد لحالة الحصار التي أعلن عليها الرئيس شادلي بن جديد. ووفقا للمرسوم الرئاسي لحالة الحصار وليس حالة الطوارئ، سي ليتا دي سياج. فالإجراءات كامل، أن كل السلطات آنذاك وهذا بالمرسوم الرئاسي نفسه، هي كل السلطات العسكرية والمدنية بما فيها السلطات الأمنية إلى آخره، سواء كان تابعة للجيش أو تابعة للجانب المدني، تصبح في المرحلة مرحلة حالة الحصار تحت تكليف وسلطة القائد الحالة الحصار وهو اللواء خالد النزار. وشفنا ما ترتب عنه من قتلى ومن تفشي التعذيب. اللواء المتقاعد خالد نزار في هذا الحديث، في حسب وجهة النظر تاعه،
لا أعتقد، أنا لست خبيرا في علم الباليستيك، ولكن نعرف أنه العدد كان هائل. لو كانت حقيقة أنه هناك تعليمات فقط ل يعني فض المتظاهرين، وأنه بعض الجنود أطلقوا الرصاص في الأرض يعني وكذا، ما يكونش العدد يتجاوز 100 يعني، كان لأن الإنسان بطبعه عندما يسمع فقط يعني طلقات نارية حقيقة سينتفض، لأن الناس مهمش مجانين في الحقيقة، الذين خرجوا في أكتوبر 8 شباب إلى آخره يعبرون عن رأيهم، حتى لو أشار إليها الشيخ علي بن حاج بعد 30 سنة من حكم الحزب الواحد وانعدام الحريات العامة والحريات الفردية التي كانت سائدة آنذاك. وبالتالي الطرح تاعه ما هوش مؤسس في الحقيقة، وهو يشابه طرح في أو وجهة نظر تاعه فيما يخص المجازر التي وقعت بعدين في التسعينات، خاصة في 97 و98 في بطلحة، وأعطى بعض التبريرات لماذا أن الجيش لم يتمكن أو لم يتدخل بشكل فوري لحماية المدنيين من هذه المجازر إلى آخره. إذن بدأت هذه المسؤولية وبدأت يظهر كشخصية دموية، ولكن للأسف من بين الشخصيات التي استفاد لازم الناس تعرف باللي انه في 15 أوت 1990 تم اعتماد قانون، وقانون 90-19 المتعلق بالعفو الشامل سي لا لوا دامنيستي جينيرال، الذي استفادوا بها حقيقه المعارضين سواء من الاسلاميين او من الحركات البربريه او من الاشخاص التي تمت ادانتهم من قبل ما يسمى بالمحكمه الامن الدولي في مدينه سابقا، صحيح، والاشخاص الذين تورطوا ما يسمى في الانتفاضات في قسنطينه وسطيف في 86 صحيح 86 الى اخره، وهو من الجماعة من الفقرة الثامنة من المادة الأولى التي استفادوا، وهو كل الجنح والجنايات التي وقعت بان أكتوبر 88. وعندما أقول الجنح والجنايات هي التعذيب والقتل إلى آخره، وبالتالي استفاد من هذا العفو، واستفاد كذلك من الحصانة من الناحية السياسية، لأن بعد هذه الجرائم عين، وهذا يتحمله رئيس الجمهورية آنذاك، أنا لست هنا أحاكم، لست قاضيا، ولكن نتكلم لكي نفهم، نناقش مرحلة في التاريخ، لأن في حقيقة الأمر تورط هذه الشخصية في جرائم بشعة. لطخت صورة الجزائر آنذاك، كانت صورة الجزائر قبل أحداث أكتوبر 88 العالم كان عنده احترام للجزائر. العالم لا كان يعتقد أن الجزائر تصبح تمارس نفس التصرفات بجار وجنرال ماسو إلى آخره من تعذيب وأوساراس إلى آخره، والعالم وقعت له صدمة واكتشف، وأنا شخصيين يعني شخصيات التي كانت مؤيدة للجزائر بان الثورة التحريرية، وخاصة بعض المحامين ما يسمى بالمحامي الوافلان وخاصة من الفرنسيين، كانت لي شرف أني التقيت ببعض منهم، وقال لي أنه صدموا حتى أنه المحامي المشهور جاك فارجاس نفسه تكلم، يعني وكأن الجيش الجزائري أصبحت تعلمت من المستعمر القديم. نفس المعروفة المقولة تاعه في كتابه رسالة للجنرالات الجزائري إلى آخره. إذن هذه هي البداية. لم يتم وضعه مثلا بسبب ما مسؤوليته فيما وقع في أكتوبر 88 للتقاعد، على الأقل لإحالته على التقاعد إلى آخره، بل رقي إلى وزير للدفاع. وهذه هي بداية المشكلة. لأن الحصانة القانونية تشجع، ثانيا وأعتقد الحوار الذي أجراه
اللواء الراحل على القناة راديو آم وعلى القناة المغاربية بن حديد بن حديد تكلم على نية خالد نزار قبل الأحداث أو الانتخابات التشريعية اللي فاز بها الجبهة الإسلامية انقاذ في الدور الأول، كان ينوي القيام بانقلاب عسكري لأنهم كانوا لا يحتمل لا يريدون هذا الانفتاح السياسي والديمقراطي والتعددية في السياسية. فكرة نعم هو جاء بعد دستور 1989 يعني بعض الإرهاصات، لكن بدر نعم سنأتي إذن سندخل في هذه في هذه القضية. إذن مشاهدينا الأعزاء حتى نقرأ حقب تاريخية ونفهم العناوين عناوينها نفصل يعني نسأل السؤال لماذا ونتبع مسار هذه المنظومة نظام حكم منذ ذلك الوقت حتى الآن. إذن بعد انتفاضة الشعب الجزائري 88 تزعزعت أركان الحكم آنذاك، الحزب الواحد داخل حزب جبهة التحرير الوطني وأيضا داخل المؤسسة، وبين القمع والتوجه إلى الإصلاح رجحت كفة ما يسمى في ذلك الوقت الإصلاحيين داخل جبهة التحرير الوطني، وقرر شادي بن جديد الإصلاحات كإجابة على أسئلة الشعب الجزائري، وكانت إصلاحات اقتصادية، برنامج إصلاحات اقتصادية. الأهم من ذلك كان هناك برنامج لإصلاحات سياسية وأيضا للحريات ولنظام الحكم، وجاء دستور 1989 ودخلت الجزائر في مرحلة جديدة تماما، الخروج من العقل الواحد والحزب الواحد إلى التعددية الحزبية والتعددية الإعلامية وأيضا المبادرات الاقتصادية، وظهرت عبقرية الجزائريين، نشأت الأحزاب وظهرت برامج رائعة للأحزاب السياسية في الجزائر من ديمقراطيين علمانيين إلى إسلاميين إلى وطنيين، وانتعش الشعب الجزائري وجرت فعلا انتخابات بلدية 1990. لا يهم من فاز فيها في النهاية، مهم أنها جرت وفاز فيها بها بأغلبيتها حزب سياسي من هذه الأحزاب اسمه الجبهة الإسلامية للإنقاذ. وكانت هناك حركة بين الأحزاب، يعني الغاضب والذي يتحدث عن القوانين الانتخابية والذي يطعن في الانتخابات، يعني كان هناك تدافع سياسي بين الأحزاب السياسية، وكان يترجم في لقاءات عبر التلفزيون الرسمي في ذاك الوقت، ما كانش كاين تلفزيونات، وعبر الصحف المعارضون والمؤيدون، وكان الحياة تدبت في هذا الشعب. لكن ما الذي حدث بعد ذلك؟ سيد علي بالحاج، هذه حقبة الإصلاحات وبعد دستور 89 إلى قرار توقيف المسار الانتخابي، أعطينا العناوين حتى يفهم الناس لأنه كثير من الشباب مغيب عن هذه الحقبة. قبل أن أجيبك على هذا السؤال أريد أن أقول الموت له هيبته ورهبته نعم ومكانته، ولكن الموت وما بعده، لأن الإنسان عندما يموت ينتقل من حياة إلى حياة أخرى. فالمولى تبارك وتعالى يقول كل نفس ذائقة الموت، ولم يقل كل نفس ميتة. وذوق الموت عند علماء الشريعة هو انفصال الروح عن الجسد، بمعنى أن الروح تبقى حية تنعم أو تعذب، ولذلك نعيم القبر وعذاب القبر، كما قال الله تبارك وتعالى فحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة. إذن
قضية الموت كثير من الناس لا يعطيها حقها. صحيح. لأن نحن مصيرنا مهما طال بنا الزمن سوف نصير إلى ما صار هو إليه وقبله إليه، وكما قال الشاعر: كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محموله، اليوم تحمل إلى القبر وغدوة تحمل إلى القبر. لكن ماذا سنحمل إلى القبر؟ هناك أناس عاديون وهناك أناس مؤثرون، بمعنى عندهم قرارات تبقى بعد موتهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وفي الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نفس تقتل ظلما إلا وكتب على ابن آدم الأول كفل منها، لأنه أول من سن القتل. فنحن لا نتكلم عن شخص، نتكلم عن شخص كان في سلطة الحكم، بل كان هو الحاكم الفعلي للجزائر، يأمر وينهى ويعني عنده السلاح ليفرض نفسه بالسلاح. ولذلك الكلام قلت لك ساعة ولا ساعتين ولا ثلاثة ما تكفيش، لأن هذه دولة دارت جنازة رسمية، كما بوتفليقة قالوا عصابة دلها جنازة رسمية، بن صالح اللي كان مع الخامسة دلوا جنازة رسمية، هذه عصابة من عصابة، عصابة مغلوبة وعصابة غالبة، بعضهم من بعض. ولذلك هذا استفزاز للناس، احنا الذين ظلمنا وأخذ حقنا، والملايين الذين يعني الآن يكتوون من القرارات السياسية التي أخذت في ذلك الوقت، وما زالت جارية، ناس في الحباس، ناس مخطوفين، ناس مقتولين، ناس لحد الآن. العبد الضعيف إلى الله عز وجل، ذهبت إلى أرفع قضية بالمحكمة العسكرية في 2004 بعد خروجي من السجن، رفض عشرات الآلاف يحبوا يرفعوا قضايا على ظلمهم واستبدادهم، وهو يدخل من الجزائر، يدخل من خارج إلى الجزائر بعد أن كان محكوم عليه بعشرين سنة. في أي دولة صارت هذا؟ في أي دولة ناس يحكموا عليهم أحكام يعني بين 15 سنة وعشرين سنة ويكسروا الشرع ثم يخرجوا كلهم براءة؟ يعني هل هذه صدفة؟ هذا هي العدالة تاع الإعاد، هذه هي العدالة اللي مش موجودة، هذه عدالة ظالمة. يعني لحد الآن احنا ما زلنا نعاني، ولحد الآن ناس عائلات عندهم مخطوفين، عندهم موتى، لا يعرفون قبورهم ولا يعرفون كذا، ثم تدير انت جنازة معناها انت موافق هذا الرجل ماذا فعل؟ إذا انت منهم، ومن يتولاهم منكم فإنه منهم. هذه مسألة ينبغي أن لا يسكت عنها. بالطبع وبيان او رسالة تعزية تبون لا يفصل نفسه، يعني هو يتحدث عن خالد نزار ويقول انه مسار من النضالات ومن خدمة الجزائر، وتبون في خطابه امام البرلمان تحدث عن فترة يعني عشرية الدم، وقال انه ضد الظلامية، يعني نفس اللغة ونفس الكلام. سنتبع هذا النقاش سيد علي بالحاج. استاذ سفيان شويتر، طبعا لكي نفهم كل القصص اللي حكاهم سيد علي بالحاج نروحوا مرحلة حتى نفهموا، يعني لماذا الانقلاب على إرادة الشعب اللي عبر عليها في 90 وأيضا في 91، وتحدث عن الدور الأول للانتخابات التشريعية الأولى على الإطلاق في الجزائر، واللي فاز بها الجبهة الإسلامية للإنقاذ، وأيضا كان جبهة التحرير الوطني، وكان جبهة القوى الاشتراكية، انتخابات حرة، وأعلن النظام يعني العربي بالخير، أعلن وإن كان على مضض النتائج متاعها على التلفزيون رسميا. لماذا الانقلاب؟ ليكمل يعني شهادة بن حديد تبين أن هذه الشخصية وربما معه لا يريدون أصلا هذه الديمقراطية أو الانفتاح السياسي، لا علاقة. قبل شهادة
اللواء الراحل بن حديد، ربما كنا نعتقد وهذه التبريرات على أساس فوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ، وبالتالي القضاء على الديمقراطية، وجود حزب إسلامي متطرف إلى آخره، من بين الأسباب التي ذكروها سواء في الصحافة أو في تبريراتهم الرسمية. ولكن بعد شهادة اللواء بن حديد اتضح أن هذا الشخصية كان لديه النية في الانقلاب على الحكم ووضع حد لبداية هذا المسار الديمقراطي والانتقال من الحزب الواحد إلى التعددية الحزبية. كان أصلا قبل ما يسمى بالانتخابات التشريعية، ولكن فقط الأحداث الاجتياح العراقي للكويت هو الذي عطل هذه حسب شهادة بن حديد. نعم. بن حديد ولا يوجد واحد كذبه، وهو قال أنا اتصلت بشقيق شادي بن جديد، وكان هو أعتقد ضابط سامي في الجيش، أحد أشقاء الرئيس الراحل شادي بن جديد، وخبره وأعلمهم بأنهم هناك قيادة الجيش تريد الانقلاب. إذن ننطلق من هذا أو من هذه الشهادة التي في عز حياته لم يرد عليه جنرال نزار، ولم يرد عليه أي واحد من زملاء الجنرالات، وبالتالي تصبح هذه الشهادة. نعم. يمكن تعتبر. لا 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 لو تسمح لي دقيقتين، يعني مدام مرك تركز على هذه الشهادة، احنا عنا هذه الشهادة نسمعوها، وعندي سؤال حول يعني ماذا يعني هذاك الانقلاب، يعني هل هي نزوة أشخاص أم نتحدث عن مشروع نظام يعني في النهاية. نتابع مشاهدينا الأعزاء. طيب مادام في صور 3 ملايين دخلوا بلي صور، مادام الدرك الوطني يقول بلي صور، إذا عبزوك حاك بالدرك الوطني أنا مزور 3 ملايين بطاقة، إذا تحبوا تخلصوا من تعملوا مواجنة حصل مواجنة بيننا باش ما تكونش في مشاكل في المستقبل في الجزائر. زوروا ثم في مرحلة ثانية، هذا قلت زوروا في مرحلة ثانية، وعادوا بين جبهة التحرير الوطني وبين الفيس باش تكون فيس في 3 أشهر. كانت ضد الفيس؟ الأغلبية مش كلهم، الأغلبية كانت متوافقة مع الشيء اللي قالوا خالد نزار وعبد الشهيد والتواتي في الوقت هذاك. ما كناش على علم بأن فيه هنكون فرصة ندير فيها يعني شغل انقلاب بالقوة. نعم. على الأصمية أو على الرئيس. إذا كان المفروض، ولهذا يعني وقع بعد الرئيس الشادي وحيلة منصبه أو استقال. مهم أنا أعتقد أنه وحيلة، ويقولوا استقال، أعتقد أنه وحيلة منصبه وقع موقع. إذا يمكنك أن تكمل أستاذ شويتر، يعني كان هناك رئيس جمهورية دستوري يعني شرعي، كانت هناك حكومة وحياة سياسية وانتخابات، يفوز حزب معين، تجتمع قيادة العسكر بعد 3 أيام من فوزه، أو يحكي بن حديد على 28-29 ديسمبر يعني الاجتماع. ما الذي يدفع قيادة الجيش للتدخل في هذا الشأن وتقرر الانقلاب؟ الحصة على القناة المغاربية، وكان الشرف أن شاركت فيها أنا ذاك، وتذكر هو يتكلم على البداية يعني، لأن كانت هناك نية، وبالتالي لابد من فهم أن هذه المجموعة ربما اللي من بعدين يطرق عليهم لي زيراديكاتير أو لي جونفييريست بالضبط، أعتقد أنهم كانوا يرفضوا أصلا الانفتاح السياسي، القيادة السياسية، وكما أشرت إليه أن كانت مجموعة الإصلاحيين ربما كانوا متضمرون من المجموعة اللي كانت داخل السلطة، متضمرون من الحزب الواحد الجزائر راحت، وهناك سياق عالمي، سقوط جدار برلين، الديمقراطة في أمريكا الجنوبية، في إفريقيا إلى آخره، وبالتالي كانت رياح، والجزائر من بين الدول العربية كانت أولى دولة التي مشأت في هذا السياق السياق الدولي الذي وقع في أوروبا الشرقية إلى آخره. إذن ولكن أعتقد أنها كانت هناك مجموعة من العسكريين ترفض أصلا هذه الديمقراطية، وبالتالي الفرصة الأولى لم يتمكنوا منها، وهو حسب شهادة جنرال بن حديد، وهي الاجتياح العراقي للكويت. ولكن ربما استغلوا بعض الفرص
لست لا هنا نحاكم، ولكن هناك أخطاء ارتكبت حتى من 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 الجبهة الإسلامية للإنقاذ أو أعضاء في الجبهة الإسلامية للإنقاذ، شخصيات أخرى من الأحزاب السياسية إلى آخره، الدخول في واحد لا بولوريزاسيون يعني أو وقعوا في الفخ تاع الاستقطاب. ربما كانت فخ، ربما كانوا يستغلوا، ما نش عارف. المؤرخين سيؤكدون في المستقبل هل كان هنا مدبر هذا البولاريزاسيون، هل الاستقطاب العلماني والعلماني والشباب في بداية الحراك تفطن لهذا الخطورة تاع هذا الاستقطاب علماني والإسلامي إلى آخره، استغلوا هذه النوع من هذا الاستقطاب إلى آخره لتبرير بطبيعة الحال. لماذا مثلا لماذا داروا انقلاب بعد ما يسمى بالدورة الأولى وليس قبل ذلك؟ شخصيا هي شهادة الوزير الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي أعتقد على القناة الجزائرية ولقائه مع أنذاك الشيخ حشاني الله يرحمه، والذي اقترح بواسطته أعتقد مانيش عارف الذاكرة ثانية ولكن مسجلة أنه يتصل بشادي أنه مستعدون على التقاسم، يعني حتى لو انه 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 نجحوا باغلبيه ساحقه حتى لو يفوزوا فهم فقط بعض الحقائب الوزاريه ويكلفون حسين ايت احمد يترأس المجلس الوطني الشعبي، والمهم في هناك نوع من محاوله وجود ما يسمى كومبرومايز. يعني انا ساطلب من الفريق التقني انه يحضر لنا هذا المقطع لانه هو موجود عندنا. تفضل. عندي برك فقط ملاحظة، ليس ملاحظة يعني، بالنسبة لقضية الاستقطاب، يعني فعلا كنا كل في الجزائر في ذاك الوقت وشفنا قضية الاستقطاب، لكن كان كله داخل اللعبة السياسية، يعني في النهاية كان الكل قابل باللعبة السياسية حتى مع وجود حدة الاستقطاب. يعني وأنا عندي شهادات لقيادات في الأفافاس، يعني وأيضا سنقدم شهادة لحسين أيت أحمد. في النهاية كان هناك نظام سياسي وكان هناك رئيس شادي بن جديد، كان هناك حكومة، لماذا يتدخل العسكر؟ وماذا عن الطرف الفرنسي والتنسيق مع الخارج والتنسيق مع السعودية لتنفيذ مشروع ما؟ نعم، أولاً أنا لست هنا لحكم، هي بداية التجربة، لأن الشعب الجزائري هي تجربة فتية، الكل ما يعرفش المسارات ما يسمى، لأن في هذه الحقبة بدأت ما يسمى بالانتقال الديمقراطي، بدأت حتى العلماء السياسيين ينظرون ما يسمى بالانتقال الديمقراطي، ولكن أكيد هناك بعض الدول من مصالح، لأن لا تنسى أن الدول العربية ليس من مصلحتها نجاح تجربة الديمقراطية الوحيدة آنذاك، أتكلم آنذاك الوحيدة في العالم العربي. أنا أتذكر إخوة من وأصدقاء المغاربة في سنة 1993 في تونس كانوا يقولوا لي بصراحة، كانوا كل يتفرجوا حصة تاع صحفي مراد شبين نعم، لقاء الصحافة، نعم، وهذا محامين يعني أصدقاء وإخواني محامين مغاربة قالوا لي كنا احنا دائما نتفرجوا، لأنه كان عندهم يعني كان الأمل في العالم العربي، وبالتالي تعرف أنه هناك خطورة تعليف في دومينو والتأثير، نجاح تجربة قد تؤثر على الشعوب، لماذا نجحت الجزائر؟ وبالتالي معروفة حتى في ما وقع في 2011 إلى آخره. نعم. دونك وبالتالي هناك كذلك فرنسا لمصلحتها رأت أنه نجاح الجبهة الإسلامية للإنقاذ، ربما يروا الانطباع تاعهم إلى آخره أنه هناك يشكل خطرا على المصالح تاعهم الجيوستراتيجية الاقتصادية الثقافية الاقتصادية إلى آخره، وبالتالي الأمور، وتعرف أنت في العلاقة الدولية الأمور ما أصبحتش فقط أمر داخلي، الأمر حتى السياسة الداخلية أصبحت مرتبطة بلعبة الأمم في بعض الأحيان، حتى الأحزاب الداخلية والشخصيات السياسية يتحفظون حتى اتخاذ بعض المواقف لكي لا
لا يخلق انطباع للطرف الآخر، قد يكون هناك رد فعل إلى هذا موضوع آخر. إذن هناك أكيد أنه هناك دول لا تريد إنجاح التجربة الأولى في العالم العربي في ذلك السياق، في ذلك السياق للأسف. وهناك استعدادات مجموعة من الجيش للأسف استغل ذلك هذه الظروف. نعم. ووقعت ما وقعت من شخص اتخذ قرار. نعم. واتخذ القرار اتخذ القرار رغم أنهم كانوا يعلموا. نعم. وأعتقد أحد الشخصيات وهو رئيس لصحيفة قال أن بالقائد الله يرحمه على كل حال أنا ذاك كان وزير الإعلام في لقائهم قبل قرار الانقلاب العسكري، في لقائهم مع رؤساء التحرير ومدنين الحد أعطى لهم أعتقد أنه الاحتمال عدد الموتى. نعم. من الجزائريين يعني كانوا عارفين وين رايحين يعني، ولكن يعني يتحملون المسؤولية. الناس مش مجرد قرار واتخذ القرار على أساس أنهم يعتقدون تنتهي الأمور كان وتمشي بعد. أعطوا أعداد يعني 6000 إلى 9000 قتيل. أنا أعرف، كنت مدير جريدة في هذاك الوقت وأحضرت بعض اللقاءات، كانت هناك أرقام للتوقعات، وحتى خالد نزار تحدث عن حتى 6 شهور وتنتهي العملية. تتحدثت عن القرار، طبعا اتخذ القرار من طرف المجموعة وتبناه أو كلفه أو كان رأس حربة خالد نزار وقالها بنفسه. نتابع مشاهدي العزاء. حبس المسار الانتخابي أمر قرار سياسي، حبس المسار الانتخابي وهو قرار سياسي ولا قرار حربي، قرار سياسي إعلان حرب، قرار سياسي، قرار سياسي. خذيت هذا القرار، أنا أخذت هذا القرار، سمعتي، أن نحبس المسار، لأن كفاية المشاكل اللي وقعت، سمعتي، وكل شيء، وين رايحين؟ زيدوا روحوا للواد. قالها بنفسه يعني، هو وزير دفاع يلتقي مع مجموعة من الضباط السامين في الجيش ويتخذون قرارا، هم عسكريون يتخذون قرارا بالرغم من السياسيين وبالرغم من الرئيس شادلي ورئيس الحكومة آنذاك وكل الطبقة السياسية، ثم يسميه أنه كان قرارا سياسيا. ماذا تقول سيد علي بن حاج؟ أنا أعرف أنه هذا حديث وسجون بالنسبة ليك، لكن وأنت تستمع خالد نزار يقول أنه اتخذنا قرار سياسي وفي النهاية ما هوش قرار حرب. أقص عليك هذه القضية. طيب جميل. كنا في المحكمة العسكرية. نعم. كان الشيخ عباسي مدني رحمه الله، والأخ عبد القادر بوخمخم رحمه الله، والأخ علي جدي رحمه الله، وعبد القادر عمر وشيدارة وكمال جمازي وكل هؤلاء كنا في السجن. نعم. كنا جالسين. لما كنا مجتمعين حوالي بعد الثامنة، كانت الصحافية سورية بوعمامة قرأت على الثامنة قضية. بعد ربع ساعة جاء نائب المدير، ونائب المدير هذا درس عند خالي، لأن خالي في الحقيقة أستاذ وخريج الزيتونة وكان أحد كتاب كريم بالقاسم رحمه الله يعني، وخوه الآخر أيضا كان يدير الدرس في التلفزة يعني، كلاهما درس عند خالي. جاء وجوههم صفر، ما الذي حدث؟ قالوا راهم وقفوا المسار الانتخابي ورانا خايفين إذا كان البلاد تخرج. معنى ذلك مش قرار سياسي، هذا قرار عسكري وفي القيادة العليا، مش حتى بالمشورة نتاع طبقات العسكر. أنت ستخوض معركة بالعسكر، هل استشرتهم؟ إذا أنت أولا قمت بانقلاب على رئيس الجمهورية، وقمت بحل البرلمان، وحليت المجالس الولائية والبلدية، بمعنى أنك حليت جميع مؤسسات الدولة،
وفي نفس الوقت ايضا اتخذت قرار، هذا القرار يعني دخلت الجيش بتاعك، انت مستأمن، اي قائد عسكري مستأمن على حياة جنوده، ينبغي ان لا يخوض به في معارك، واذا عرفت باللي المعركة هذه خاسرة وتكلفه الكثير ودخل بهم تنظم له محكمة عسكرية ويعاقب لانه غرر بجنوده. اذا هذا القرار، هذا القرار في الحقيقة من أخطر ما يكون، وانبنى عليه أشياء كثيرة. الآن الصراع، هذا الصراع بين كاين ضباط رفضوا هذا وكاين وزراء رفضوا هذا، ولكن ما لم تكن لهم الجرأة على أن يقولوا بأن هذا اختيار، والقضية ليس انقلاب على الجبهة الإسلامية للإنقاذ، صحيح انقلبوا على اختيار الشعب. انا قلتها للزروال، قلت له انتم لم تنقلبوا على الجبهة، انقلبتم على اختيار الشعب، كان فيها الافافات وكان فيها جبهة التحرير، وهذه حقيقة. صحيح. احنا ذهبنا الى صناديق الاقتراع واعترف زروال في الحبس، وكان معها طيب دراجي اللي هو لواء، بمعنى ذلك انهم اعترفوا، لكن المخارج ارادوا مخارج لا تخرج على الأمة بخير، وإنما في الحقيقة تبرئ الجلاد وتجرم الضحية. الحقيقة الكلام طويل ويحتاج إلى وقت ويحتاج إلى أنات، وأنتم ما لكم على عجل من أمركم، فلذلك يعني هذه يعني ومضات. نعم، على الأقل تنوير الرأي العام، لأنه يعني هناك الكثير من المغالطات وهناك حرب بروباغندا، يعني صدقني نحن نحاول أن نتصدى لهذه الحرب. وقع ذلك القرار، قرار الانقلاب على إرادة الشعب، الضغط على الشادي بن جديد رئيس الجمهورية للاستقالة، ذلك بالرغم من أنه في الكواليس كان هناك حراك سياسي، كانت هناك مبادرات من الجبهة الإسلامية للإنقاذ، والذي روى هذه القصة ليس عضوا في الجبهة الإسلامية للإنقاذ، إنما رجل مشهود له ولوالده، ولم ينكر أحد ما قاله. ونتحدث عن الإبراهيمي، خلونا نشوف هذا المقطع. أحمد طالب إبراهيمي: المستحيل أن الإنسان يجترأ يأخذ مسؤولية إيقاف الانتخابات بدون ما يفكر إلى التوابع. فأنا أتهمه بأنه مجرم، لأن إيقاف المسار، تتهم خالد نزار بأنه مجرم، هو اللي فتح الباب مع أصحابه. ب187 مقعد، وإعطاء الأوامر للمناضلين أن يصوتوا على مرشحي جبهة التحرير في الدور الثاني حتى يقع توازن في البرلمان بين الجبهتين. نعم. التنازل الثاني أنهم يتنازلوا على رئاسة الحكومة، لأنهم هم الحزب الأول، للأخ حسين أيت أحمد زعيم حزب القوة الاشتراكية، جبهة القوة الاشتراكية. والتنازل الثالث أنهم يكتفوا بثلاث مناصب وزارية: التربية والعدالة والشؤون الاجتماعية. اتفاء، يعني نكمل معاك سيد علي بالحاج، أنه كان هناك حراك وكانت هناك مبادرات، وحشاني الله يرحمه فهم اللعبة السياسية وأعطى الأرضية، لكن مع ذلك الإصرار على الانقلاب على مثل ما قلت على إرادة الشعب الجزائري. ما الهدف في رأيك في يعني بالرغم من أنه التكلفة كانت في رأسهم، يعني كانوا عارفين أنه راح يكون فيها قتلى وكانوا الانزلاقات، لكن بعد طول هذه السنوات ما هو العنوان اللي نعطيه للشباب اللي رمى هنا، يعني لما يقولوا لك وعليه انقلبوا؟ إذن هذا وزير الدفاع الأسبق، نعم، ماذا قال عنه قائد الأركان الأسبق أيضا والمتقاعدين، يعني على التوفيق واللي كانوا معاه، ماذا قال عنهم؟ هل عندكم أنتم تشوفوا؟ كان يقول عليهم خبثاء ورهط، وكان نوايا سيئة وشرذمة وأذناب، وكان يتكلم يقول باللي هذو يتباهون بالمناصب ومتقاعدون عابثون
وكان يتكلم وكان يسميهم عبدة الاستعمار. كلمة كبيرة سماهم عبدة الاستعمار. طيب إذا هؤلاء أرادوا أن يستأصلوا شريحة ورأي سياسي فاز عن طريق صناديق الاقتراع. يعني أنا من الجبهة، أنا الآن لا أتحدث عن الجبهة الإسلامية للإنقاذ، لأن القضية الآن تهم الشعب الجزائري برمته. صحيح. وتهم مستقبله، لأننا لو كان نبقاو في الجبهة كأن القضية قضية الجبهة. لا. إذا كان هم الآن يعرضوه على أساس أنه مجاهد وجهاده مشكوك فيه كما يقولوا. طيب الشيخ عباسي رحمه الله ألم يكن من الرعي الأول يوم أن كان هذا خالد نظار كان في صف العدو، والضباط اللي كانوا معاه كانوا في صف العدو، أغلبهم ضباط فرنسا كانوا في صف العدو، يعني عبد القادر حشاني رحمه الله كم كان عمره في ذلك الوقت؟ 36 سنة. يعني كان شاب في زهرة الشباب، وهكذا كان كل اللي ترشحوا في وقت الجبهة الإسلامية للإنقاذ في البلديات المحلية والولائية والتشريعية كلهم شباب. من الذي دمر شباب هؤلاء؟ أنا كان في عمري في ذاك الوقت 35 سنة. الآن انظر الوضعية، والآن يقول لك نعطيها للشباب. أي شباب؟ أي شباب؟ إذن ولذلك لا أحسن الحديث أنا لأن لماذا؟ لأن عندي أشياء كثيرة جدا أريد أن أقولها. لماذا؟ لأن الذي استفزتني الجنازة. يعني واحد خذ قرار دمر به البلاد ودمر به العباد وأهلك الحرث والنسل، وكانت الويزة حنون تقول باللي زروال قالها كان عندنا كتائب الموت. شكون اللي كان يدير كتاب الموت؟ من الذي كان يدبر الاغتيال؟ نحن وحنا في السجن وضرب الرصاص وحنا في السجن. يعني اشياء كثيره نحن لا نريد، لاننا نريد حلولا، نريد مستقبل، نريد يعني والجيش ما شاوروش. الجيش ما شاوروش. شفت انت المتقاعدين تاع الجيش ما مش في الاخير اصبحوا يضربوهم حتى هما وينحاولهم حقوقهم؟ قالت احنا كنا شباب غلطونا وقالوا لنا باللي هذو تاع افغانستان وتاع كذا وتاع كذا، جينا ندافعوا على الوطن. قالوا هذا خالد نظار كان عندنا مدير، ومدير مجاهد، وكان حامل السلاح مع عبد القادر مخمخم الله يرحمه برحمته، ويعني وعلي جدي كان يكون في القليعة في أشبال الثورة في ذلك الوقت. يعني إذن تنقذون الجزائر ممن؟ تنقذونها من أولادها؟ تنقذونها من رجالها؟ سبحان الله. وزيد الكارثة الكبرى، يعني سمحوا لي الله يجزيكم. تفضل. تنقذون الجزائر ممن؟ طيب هؤلاء هيا يا سيدي، الجبهة متطرفة والجبهة فيها العيوب السبعة. وقفوا المسار وعاودوا، قال باللي سوف نجددوا الانتخابات من 6 أشهر، نربحوا أنفس، نربحوا خير، ونوجدوا أنفسنا، ونعاودوا نردوا الكلمة إلى الشعب. يا سيدي عندك حل واحد آخر، كاين مادة في الدستور في ذلك الوقت يستطيع رئيس الجمهورية يحل البلد. نعم. فقدنا في الجملة. نحاول أن نتواصل مع سيد علي بالحاج مرة أخرى لأن كلامه هذا في غاية الأهمية. أستاذ سفيان شويتر، يعني يبدو كان مقولة، يعني في ذاك الوقت كان الشعب في عرس، لكن قيادة هذه القيادة، قيادة الانقلاب، كانت في مأتم وكانت تحاول أن تنتقم من هذه الإرادة الشعبية والتكاليف. روحوا نمشي لقضية التكاليف، لأنه قضية مبادرة عبد القادر حشاني الله يرحمه وتم تجاوزها حتى بعد الانقلاب. عندنا شهادات سواء اللي راهي منشورة، وعندنا شهادات شخصية. يعني احنا كنا في الجزائر وسمعنا من عند مسؤولين انه حتى في 93 و94 كانت هناك محاولات لتدارك الامر، وانت وكل يعرف يعني زيارات زروال للشيوخ الجبهة وكله، لكن كان هناك اصرار على الاستمرار في الحرب على الجزائريين بالرغم من الخسائر. كمحامي
كيف تنظر لهذه هذه واقعة هذه الآن؟ لا هي في الحقيقة جريمة. هو عندما يقول لك قرار سياسي، كيف القرار سياسي؟ هو وزير الدفاع الوطني آنذاك، وهل يحق لوزير الدفاع اتخاذ هذا النوع من القرارات؟ هو كان هناك اجتماعات سرية، لم يخبر آنذاك القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو الرئيس الشادي بجديد الدستورين، هو القائد تاعهم، هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، لم يتم إخباره بهذه الاجتماعات. داير حتى التعريف للمؤامرة لا كونسبيراسيون هي هو اجتماع سري لمجموعة من أشخاص لارتكاب تصرف يمنعه القانون، هذا هو المؤامرة. إذن هناك اجتماعات، وأنا لست أنا اللي يقول، أنا دائما موش تحليل، هذه شهادات، أنا أعطيك شهادات، نجيك إلى شهادة العقيد السابق في المخابرات محمد صمراوي في كتابه كرونيك ديزاني دوسو، يتكلم كيف كانوا يحضرون ذلك، لقاءاته هو شخصيا ببعض الشخصيات السياسية من بينها المرحوم رئيس حمص آنذاك، رئيس حمص حركة حمص، نسيت على اسمه إلى آخره، كان يصندي يريد معرفة رد الفعل هذه الشخصيات السياسية في اتخاذ القرار بإلغاء هذا المسار الديمقراطي إلى آخره. إذن كانت هناك عملية، كانت عملية مدبرة في اتصالات، في تشكيل ما يسمى بلجنة الإنقاذ الجزائر، نعم. الإنقاذ الجزائر لتحريك إلى آخره، الإعلام ما يسمى بالإعلام، وهذا ربما لابد من فتح نقاش حقيقة، هل كان لدينا يعني إعلام، هل العلاقة الإعلام بأجهزة الأكسيون بسيكولوجيك لجهاز المخابرات آنذاك في تضخيم بعض الأحداث، ما هو الهدف من تضخيم هذه الأحداث لترويع المجتمع؟ تعرف أنه قادر تبرر هذه في الحالة العادية، الشعوب لا تقبل الانقلابات العسكرية أو حتى قرارات تمس بالحريات تاعهم، أما أنك تقوم بصدمة من تيوري دو شوك، نظرية الصدمة مثلا 11 سبتمبر مثلا، خلات أن الأمريكي يتقبل بباتريوت أكت، يعني أنه يمسوله حتى بالحياة الخاصة، يجسوله حتى على المراسلات الخاصة، لو في الحالة العادية مستحيل الأمريكي يقبلها، ولكن الخوف أفعل الصدمة ديال له الشوك لهذا المجتمع. نفس الشيء، هذه الطريقة بدأت تحضيرها. إذن هناك مؤامرة من مجموعة لا تؤمن بالديمقراطية حقيقة، لست أنا لا أقولها، قالها اللواء زميلهم بالحديد، هو اللي قال بلي انه كانوا يديروا الانقلاب في 90، اصلا لا يريدون اصلا هذه الديمقراطيه. مانيش عارف انا ذاك ما هو المبررات تاعهم، بعدين وجدوا بعض المبرر الى اخره. اعتقد انه اتخذوا القرار قبل الدور الثاني، ليس لدي دليل، ولكن اعتقد انا قناعتي انهم ربما سمعوا، جاتهم معلومات حول المبادرة حشاني مع الأخضر الإبراهيمي، لأنه لو يتم الدور الثاني ويتم مثلا تعيين حسين آيت أحمد كرئيس الحكومة، وما تصعب التبريرات للقيام، لأنه في الحقيقة الأمر لا يوجد هناك هيمنة لهذا الحزب الجبهة الإسلامية، وإنما وهناك ما يسمى كما قال في شهادته الطالب الإبراهيمي، هناك توازن في داخل السلطة التشريعية، وبالتالي لا يوجد هناك خوف من هيمنة حزب على الحياة السياسية في الجزائر. أعتقد هذا ما أدى إلى مباشرة بعد الدور الأول بوضع حد لهذه التجربة. شخصية هذه أنا لست هنا للحنف، ولكن شخصية معروف باتخاذ قرارات حتى لو مست بأرواح الجزائريين، ونحن نعاني في الحقيقة، الجزائر تعاني. النظام، الشيخ علي بن حاج يتكلم على هذه الجنازة، في الحقيقة النظام مؤيد، لأن تبون كان زميل في حكومة سيد أحمد غزالي، أعتقد كان كاتب الدولة برتبة كاتب الدولة لشؤون الداخلية أو الإصلاح الإداري إلى آخره، وكان خالد نزار آنذاك وزير للدفاع، والتصريح الأخير أو في التصريحات في هذه السنة، وهي قال أنه
هو معني على الفيس انه كانوا يحملوا شعار وهي اكذوبه انذاك، يحملوا شعار تاع دوله مدنيه مش عسكريه الى اخره، والجيش اعطاهم طريحه. يعني هو مؤيد، هو ما يعرفش يستعمل مصطلحات الحيد، هو دائما بالشارع، ولكن مؤيد لهذا المسار. للاسف للاسف في القياده العسكريه، في القيادة أشخاص يتحملون المسؤولية. أنا لا أعمم، لأن تعرف الإشكالية المطروحة في هذه المؤسسات، في هذه الجيوش، عندك فئتين. يعني خليني أنا حسب رأيي، خليني نعطيك أم توفاوا على كل حال، ربما ما عندهمش ما يدافعوا عليهم. كان الجنرال اللواء بن حديد، وعندك جنرال خالد نزار. جنرال خالد نزار عسكري كنيبا ليغاليست، لا يحترم ولا يعترف ب ب ب ب يعني لا ليغاليتي، يعني الشرعيه يخضع للقوانين بما فيها الدستور، ويفعل ما يريد، يعني لا يحترم الى اخره. وفي المقابل المشكله، وهذه المشكله، في المقابل عندك نوعيه من عسكريين كي سون دي ليغاليست، يعني الناس وعندهم الانضباط، وهذا الانضباط، هذه الروح اللي هي موجوده في العسكريين، لا ديسيبلين، هذا الانضباط يتركهم انهم لا يتحركون، يعني اللي يوضح حد لهذا المتهورين انه ليزافونتيريست الى اخره. وهذه هي في الحقيقه الاشكاليه اللي طرحت. لكن ما يهم هو الاثبات، يعني اثبات الوقائع. يعني وانت محامي، وانا كنت اريد ان اسمع منك واكدتها، يعني هنا وقائع لجرائم، جرائم ضد الانسانيه، ولذلك المحاكمه في سويسرا محاكمة مفصلة وتتحدث فعلا عن جرائم ضد الإنسانية، جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان ارتكبت في الجزائر، وأحد المتهمين الرئيسيين فيها هو خالد نزار. يعني المحاكمة، أو كان هناك حكم ووفاة بعده ب 24 ساعة أو 48 ساعة. والله مانيش عارف إذا كان ممكن نطرح سؤال أو نخليه. الشهادة على أنه خالد نزار مجرم، هذه ما قلتهاش أنا، قالها واحد ممن أيضا لا ترد شهادته، ولم ترد شهادته في النهاية، وما حكموهش على هذه، ولا قدر خالد نزار في حياته أو جماعة خالد نزار أنه يرد عليه. نسمع إلى دال حسين ماذا قال. المستحيل أن الإنسان يجترأ يأخذ مسؤولية إيقاف الانتخابات بدون ما يفكر إلى التوابع. فأنا أتهمه بأنه مجرم، لأن إيقاف المسار. تتهم خالد نزار بأنه مجرم، هو اللي فتح الباب مع أصحابه. هذا المجاهد والسياسي ومجاهد الرعيل الأول، يعني السيد حسين أيت أحمد، رئيس حزب الأفافاس، أيضا أحد الوجوه البارزة في تاريخ الجزائر رحمة الله عليه، لما يتحدث بهذا الحديث أن هناك قرارات تتخذ، هناك التخطيط والتربص والنية وتجهيز الوسائل لتنفيذ قرار، مع علم أن ستكون هناك تترتب تبعات كارثية في حق الشعب الجزائري ويتم اتخاذه. هنا جاءت صفة الإجرام، وهنا القضاء السويسري أعطى هذه التهم، هي مازال التهم، لم يحاكم. لكن أيت أحمد أعتقد أنه هو حس في نفسه بتاريخه أنه عنده الصلاحية أنه يتهم خالد نزار مباشرة بأنه مجرم، لأنه اتخذ قرار واستهزأ بنتائجه، مع أن نتائجه كانت وخيمة، مئات الآلاف من القتلى والجرحى، وأيضا في المجموع والمشردين واللي هربوا من البلاد والمفقودين. سيكون معنا ضيف يتحدث عن هذا الملف، خسائر مادية، خسائر مالية، وأيضا تضيع فرصة على أمة بكاملها، وتقهقرت هذه الأمة لسنوات، وعزلت دبلوماسيا وخارجيا، وتم احتقارها، وسال الدم، وانتهكت الأعراض في الجزائر.
هذا هو الشيء اللي حدث، ولن نقول فيها عناوين فقط، لكن فظائع حصلت وجرائم حقيقية حصلت في الجزائر بسبب قرار متهور من عند مجموعة ما عندها ولا علاقة بالحياة السياسية ولا بمنطق الانتخابات، فقط لأن عندهم القوة. لكن ما أشبه اليوم بالبارحة. عاد إلينا سيد علي بالحاج، لو تكمل الفكرة ونتقدم في النقاش، لأنه الظاهر أن قضية سنة الانقلابات استمرت يعني حتى بعد استقالة زروال. أيضا منطق العسكر هو الذي يعين، وأيضا راح جابوا بوتفليقة، راح بوتفليقة أيضا المنطقة العسكر هو الذي يعين، والقيد صالح هو الذي قاد العملية وجاب تبون، وقبلها جابوا بوضياف الله يرحمه وتم قتله. لو تكمل الفكرة والسرد يعني لين انقطع الهاتف. هو الانقلاب بدأ قبل الثورة، وبعد الثورة يعني أيضا انقلابات كثيرة، آخرها الانقلاب على الحراك الشعبي وفرض حل من رجل غير سياسي. أيضا حتى هو أيضا قايد صالح فرض رأيه، لا بد من انتخابات ولا بد من استعجال وسوف نتصدى لكذا، وأيضا وحرك العدالة وأصبح هو الذي يرمي بالناس في السجون من باب تصفية الحسابات. إذن انظر الآن الغرب مهما كان يخالفنا في قيمنا وديننا وأخلاقنا، ولكن عنده قوانين يحترمها داخليا، لا تحدث خارجيا. خارجيا ما يحدث في غزة أكبر شاهد على ذلك، لكن داخليا لا يجرؤ أن يفعلوا شيء. ترامب في بعض الولايات قالوا أنت لست مؤهلا للرئاسيات، يعني قضائيا. لماذا؟ تهمة نتاعو على أساس أنه أراد أن يغير يعني ويحرض على تغيير النتائج. هذو في الجزائر ما غيروش النتائج يا ناس، هذو نحاو النتائج وخذاو الناس إلى الصحراء، تخوم الصحراء وحيث التجارب النووية، واختطفوا الناس من ديارهم، ويعني يتموا الأطفال ورملوا النساء، ويعني فعلوا الأفاعيل لحد الآن. وثم يجرؤ يقول نحن سوف نرفع دعوة قضائية بما يحدث في غزة. ما حدث في الجزائر أيضا يعني يندى له الجبين وتشيب له رؤوس الولدان، يعني الشيء الذي حدث في الجزائر قليل. إذن ولكن الشعوب سوف تحقق بإذن الله تبارك وتعالى أمرها. أنا نعطيك مثال. نعم تفضل. عندما توفي إسماعيل العماري وتحدثتنا في ذلك الوقت، ألا يعني مباشرة بعد ما تحدث ألقوا عليه القبض ثلاث أيام؟ كيف تتكلم على جنرال؟ قلت لهم هذا حقي. أحدهم يقول اذكروا محاسن موتاكم، قلت له هذا الحديث لابد أن ننظر فيه سندا ومتنا. يا سيدي إذا كان سندا ضعيف وإذا كان متنا موتاكم، ثم بعد ذلك محاسن موتاكم، قلتم حتى فرعون أيضا عنده محاسن، موسى هو اللي رب موسى أولم نربيك فينا وليدا. إذن هؤلاء يريدون تكميم الأفواه، يعني تكميم أفواه الناس وعدم. ونقولكم القضية مش قضية لجبهة إسلامية للإنقاذ، ولا قضية هذا الناس يحبوا يبقى في الحكم. الاستمرارية، كي تقول لك الاستمرارية والاستقرار، استقرارهم هم مش استقرار البلاد. وكي يقول لك الاستمرارية، استمرارية نتوارث نحن الحكم ونعطيه لمن نحب، نحن الذين نرشح ونرشح من ينافس المترشح. وإذا تحدث أحد في الداخل أو في الخارج يسموه عدو ويسموه عميل ويسبوا عليه يعني التهم ويحركوا عليه مادة 87. ولذلك في الحقيقة أنا عندي أمل دائما، ولا يأس من روح الله تبارك وتعالى. بنوشي عرفنا النهاية نتاعو، وفرانكو
في المقابر الرسمية والجنازات الرسمية اللي داروها له، يعني الآن هنالك دعوة على أساس إخراجه من ذلك المكان والذهاب به إلى مكان آخر، لأن الشعوب يعني في الحقيقة لابد أن نوعيها وأن نعلمها وأن نبينها وأن نبصر. ثم قد يكون قال يسمع الكلام يقول وانتم ايضا درتوا وقتلتوا وعملتم، اهلا وسهلا ومرحبا، نحن لا نفر من المحاكمه. وهب اننا فعلنا، هل تفعل الدوله معنا تقتل داخل المراكز تاع الامن، تقطع الناس وتنحيلهم كذا وترميهم في الوديان وتعملهم كذا؟ يعني هذا تصرف تاع دوله يتصور احنا همج؟ هل تكون الدولة همجة؟ هذا تماما كما بنو إسرائيل هذو الأخرين يخليوا ساحة المعركة مع الرجال ويروحوا يقتلوا النساء ويقتلوا الأطفال ويبقروا البطون ويديروا المجازر. إذن القضية هذه قضية عن الزار في الحقيقة أحيت القضية من جديد، ولا بد سوف يتكلم الناس معي أو ضدي، أنا لا يعنيني. صحيح. عندي حقي في بلادي ندير حزب ولا ندير جمعية ونتكلم ونخطب، هذه حقوق ما ينحيها لي حتى واحد وما ينحيها حتى الناس. هذا راه منعوا الجبهة بس على الأقل عزل سياسي، إقصاء سياسي، عندنا حق في التواجد السياسي. فإن كاين أحزاب يعني عزلت ثم ردت ونشطت، سبحان الله، كيفاش نحن 20 سنة وإحنا ممنوعين؟ ياك راكم تقولوا الدولة مستقرة وقوية وضاربة وكذا، خلونا نتحركوا تحركوا معانا انتوما، مال انتوما جبناء وخوفين ولا راكم رجال؟ خليو نعاودوا نوليو للساحه السياسيه وننصوا سياسيا ونوريو لكم احنا باذن الله تبارك وتعالى. طيب جميل، انا راح نعود ليك في سؤال اخير، يعني لانه الوقت خلاص، ومع الاسف الشديد يعني مثل ما قلت سيد علي بالحاج انه هناك كثير من النقاط لم نستطع ان نتطرق اليها في هذه ساعه ونص. ساكمل بمحور اخير، ولا اعلم اذا كانت هذه التغطيه راح تكون متواصله للغد او لبعد غد، انا لا اعلم. لكن فعلا هناك ملفات كثيره في هذه الحقبه، يعني ملف ذكرنا ملف المخطوفين، هناك خسائر الماليه، هناك المهجرين، هناك عمليات الاغتصاب، وهناك القضية التي ذكرها سيد علي بالحاج. لأنه أنا أيضا يعني سأدخل في النقاش، يعني تحاورت مع ضابط سامي في المخابرات الجزائرية خلال التسعينات، وصدقني أنا ابتسمت لما قال سي علي بالحاج أنه إذا حتى وحنا قتلين وأنت تقتل بنفس الجملة. أنتم تتهمون جماعات كان في الجيه هذاك الوقت، كنا الحديث تتهمون الجيه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وراكم تنتقموا أنتم، لكن أنتم الدولة، أنتم الدولة هكذا بهذا المصطلح وراهم حيين بالحياة، أنتم الدولة، يعني لا يمكن أن تمارسوا نفس الممارسات اللي مارسوها ناس تقولوا أنتم جماعة إرهابية. وبالفعل هناك الكثير من القضايا، أنا قلت أنا لا أعلم إذا كانت هذه التغطية ستكون مستمرة، إذا استمرت أكيد راح استفتح هذه القضايا. لكن قبل أن نختم يعني مع ضيفية أستاذ شويطر وسيد علي بالحاج، أعطي الكلمة على الأقل لدقيقتين. ملف المفقودين اللي هو من أعقد يعني وصمة عار على كل الجزائريين، يعني في النهاية أنه يتم اختطاف أشخاص ولا يعلم أهلهم أين هم، لأنه تتهم الجماعات الجية أنه اختطفت. هل أنت تتصرف نفس تصرف جية تخطف الناس وبعدين ما يعرفوش الناس، ما يعرفوش أهاليهم؟ يعني هو يصعب أن نحكي العلاقات وعلى ناس نعرفهم وعلى أصدقاء، صعب يعني أنت تعرف أنه واحد من أهلك قتلوه وذبحوه كذا ويعطيوك الجثة انتها وتروح تدفنه، أما أنه مفقود ولحد الآن ما تعرفش وين راه، هذا هو الصعب يعني في هذه القصة، وهذه مأساة ما زالت مستمرة. معي الدكتورة وسيلة بلطرش، عضو تنسيقية عائلات المختطفين، معي عبر الهاتف من قسنطينة. لا يوجد وقت كثير، لكن أنا أعدك أنه سنعود إلى ملف المختطفين ويكون عندك الوقت الكافي، لكن كعنوان فقط، لأنه عنوان خالد نزار وعنوان لمشروع منظومة حكم مستمر حتى الآن، عنوان هذا العنوان وقضية المختطفين، وش تقول لك الساعة الآن؟
أولا كما كنت تقول سي سليم، هذا موضوع شائك وموضوع عالق إلى هذه اللحظة، وهو شاهد على جرائم نزار وجرائم غيره من جيرانات القتلة، وفعلا يستحق أكثر من دقيقتين. نعم. فما هو الملف الأثقل في الحوار، لأنه هو الشاهد الأساسي على جرائم هذا الجنرال. ويكفي شرفا أنه الأمهات الزوجات عائلات المختطفين ولسنوات ولعقود وفي عز حياة نزار وفي عز جبروته وفي عز ربوبيته كانوا يصطحون في الشوارع ويقولون يا نزار يا الجزار في قبرك تشعل النار، ويا نزار يا جزار لا هاي في الانتظار. يعني هؤلاء النسوة أعلنوا وبالصوت الواضح والصادح والفاضح أمام الجميع، عندما سكت الأغلبية، عندما تقزمت الأقلام الإعلامية، عندما سكتت الطبقة السياسية، عندما خذلها الكثير ممن يدعون دفاعهم عن حقوق الإنسان، عندما سكت الجميع ظلت أصوات النسوة بشكل خاص تفضح في الشوارع بجرم نزار. خليني أقول لك أنه هذا اليوم تصلت بي أم مختطف عندها طفل وطفلة. نعم. توفى زوجها وخلاها أرملة، وكانت تعقد الأمال على ابنها هذا المخطوف يكبر وينحي عليها الهم وينحي عليها الأزمة. اتصلت لتعلن أنها زغردت لحظة ما علمت أن نزار انتقل إلى ربه. قالت على الأقل الآن إذا لم تتحقق العدالة في الأرض، هناك أنا اليوم مطمئنة جدا أنه أبني إذا كان مدفنتوش وما قريتش عليه الفاتحة وليس لدي قبر أزره فيه، أنا متأكدة اليوم أن نعم. روحه ارتاحت، لأنها علمت أن أحد الآمرين باختطاف 20,000 جزائري اليوم هو في العدالة نعم. الإلهية، هو اليوم في قبر وراه يتعذب. نعم. واليوم أصواتنا كأمهات كزوجات كأخوات وصلت إلى ربي سبحانه، ونحن واثقون كل الثقة أنه خالد نزار اليوم في قبره راه يتعذب، وننتظر بحرص شديد أن نلقاه عند الله هو وغيره ممن ارتكبوا فينا الجريمة، وهو اليوم يدفن وبشكل رسمي لنرى نحن غدا عند الله كيف سيحرق جثمانه وكيف ستحرق الكثير ويعذب الكثيرون ممن جعلونا ولعقود نتألم لهذه اللحظة، عندما نرى آخرون يقرؤون فاتحة على روح مجرم وإحنا لا نملك هذا الحق، لا نملك أن نقرأ فاتحة على دوينا. فأكيد أننا ننتظر وبشكل كبير العدالة الإلهية، وننتظر كذلك أن ينصف التاريخ، لأن التاريخ لا يمكن حتى نزيفه الآن، ولكن مستقبلا ستذكر الحقائق، وسيصنف هذا الرجل ضمن قائمة مجرمي الحرب البشعة التي ارتكبت في حق شعب أبي، شعب طاهر، شعب مجاهد، شعب دفن من أبنائه لينال استقلاله، ولكن خونت هذا الوطن، جعلوا من أبنائه للأسف مختطفين ومشردين، وجعلوا منه كذلك إلى هذه اللحظة لا يمارس حقه في أن يقول كلمته، مع الأسف الشديد. ولكن مطمئنون جدا من عدالة الأرض ثم كذلك من عدالة الله، وهي الأبقى والأدوم. شكرا لك جزيل الشكر دكتورة وسيلة بلطرش، عضو تنسيقية عائلات المختطفين، كنت ضيفتنا عبر هاتف من قسنطينة. سؤال أخير، يعني خاتمة، يعني حسن ندير يعني خلاصة في دقيقة أو دقيقة ونص. سفيان شويتر، لأنه هذا الرجل بهذا التاريخ وهذه المناصب، كل شيء اللي وقع في التسعينات راح عمل البزنس هو بعدها، لا يوجد محاسبة على الإطلاق، هو أولاده وكذا، لكنه دخل في مرحلة تاع صراع مع القيد صالح بعد الحراك وتموقع، ثم حكم عليه ب20 سنة، ثم هرب لإسبانيا، ثم رجعوه بطائرة عسكرية، والآن أيضا النظام أو المتحكمون الآن في النظام يعملوا له أيضا جنازة رسمية، يعني كي نقول لك رسمية صورها تطرح 1000 سؤال. أعطينا العنوان تاع كل هذا. لا، العنوان هو في الحقيقة الأمر لانعدام ما يسمى بسيادة القانون. لا يوجد هناك سيادة القانون، لا يوجد هناك قضاء مستقل.
هذه الوقائع اللي تتكلم عليها تثبت، وأنا تكلمت حتى منذ في التسعينات من العفو الشامل الذي يستفاد به مرتكبي جرائم ضد الإنسانية، ليس هو فقط والآخرون الذين ارتكبوا بالتعذيب منذ أكتوبر 88. يعني نتكلم على الحالات واسعة النطاق، ليس فقط حالات يعني منعزلة إلى آخرين، لا، هذا استفادوا بالعفو. إذن هناك حصانة من المتابعة. ثم جاء في 2006 الأمر تنفيذ ما يسمى بميثاق السلم والمصالحة. هذا لنبين الناس الذين يقولون لماذا تريدون محاكمة نزار أو بعض الآخرون أمام المحاكم، محاكم للدول التي تعترف في قوانينها ما يسمى بالولاية القضائية العالمية إلى آخره، لأن هذا مساس وفي البداية المدعي العام كان يتابع بجرائم الحرب بناء على اتفاقيات جنيف، ولكن القضاة الاستئناف وقضاة الحكم قالوا لا، قالوا أنه فيه جرائم حرب، لأن ما وقع في الجزائر من أحداث في تلك المرحلة وفقط مش من بعدين، وبالنسبة لي يتحمل المسؤولية عن مكان وزيرا للدفاع وزير الدفاع وعضو في المجلس الأعلى، هم حدوها حتى 1994 بالضبط. بالضبط يعني وزير الدفاع، علاش؟ لأنه ما يسمى في القانون الجنائي الدولي دي الناس تفهمها، هو موش لوتير برينسيبال، يعني لم يتابع على أساس أنه هو عدب، هو الفاعل الأصلي، يعني هو شخصيا قام بالتعذيب، لا، هو ما يسمى بالريسبونسابيليتي، مسؤولية القائد العسكري عن أفعال مرؤوسي. وهذه موجودة مبدأ هذه في القانون الجنائي الدولي، كما بينوشي مثلا، بينوشي تبع بهذا الحاد، ميليزوفيتش مثلا تبع بهذه الشخصيات. إذن هذا القائد سواء كان مدنيا كرئيس لجمهورية كقائد الأعلى للقوات المسلحة أو قائد عسكري يتحمل المسؤولية الجنائية في حالة المرؤوسية يرتكبون هذه الجرائم، وهو يعلم أو يفترض أنه يعلم، ولكن لم يتخذ أي إجراءات لمحاسبة هذه المجرمين ويضع حد لاستمرارية وتكرار هذه الأفعال. هذا ما وقع بالنسبة للجنرال خالد نزار، والقضاة الحكم ليس المدعي هم الذي قالوا حسب الملف أن هذه الوقائع تشكل كذلك جرائم ضد الإنسانية. وهنا يبدأ اللب، وهو المساس بالبشرية، لأن أطلق الاسم جرائم ضد الإنسانية، هذا تصبح مصلحة، لأن أصبحت الجرائم هذه جرائم مست أشخاص بغض النظر عن لونهم السياسي أو البشرة تحهم أو ديانتهم إلى آخره، وإنما مساسهم لأنهم بني آدم، وبالتالي كل الإنسانية لها المصلحة في وضع حد لهذه الجرائم وبالتالي محاكمة هذه الجرائم. هذا من الناحية. خالد النزار في حقيقة الأمر يتحمل هذه المسؤولية كعهد، وعدم إجراء محاكمته ليس لأن هناك قانون أنصفه، لأن فقط توفى في حقيقة الأمر، توفى للأسف الأخير، وهناك استحالة، ولكن هذا يفتح باب على أساس أن هناك إمكانية، حتى لو أن كان هناك صعوبة في تنفيذ ما يسمى بالولاية القضائية العالمية، لأن القضاء الذي يختص بعيد على الدولة التي ارتكبت فيها الجريمة أو الجرائم، الانعدام، ما يسمى بالمساعدة القضائية والإنابة القضائية، هناك عوائق إلى آخره. ولكن نقول فقط للتاريخ، لأن هذه والملف الملف الجنائي واللاك داكوزاسيون، لائحة الاتهام اللي هي كبيرة إلى هذه الساعة ما زالت سرية، ولكن ربما بعد انقضاء الدعوة العمومية بوفاته ربما يمكن أن ينشر هذا اللائحة الاتهام إلى آخره، وهي جزء من كتابة التاريخ، لأن حتى الحصة هذه في الحقيقة وأنا دائما نقولها، هذه الحصص هي كتابة التاريخ، هي كتابة التاريخ لوقائع معينة. أنا لا أتكلم على شهادات
أنه يتهم فلان أنه خبيث ولا لا، أنا أقول شهادات أشخاص يقولون لوقائع ما كذا وكذا فعل كذا أو آخره، فقط لخلاص يعني الحيث. ولكن خالد نزار رفع دعوة في 2002 ضد الضابط حبيب سويدية أمام القضاء الفرنسي بجريمة القذف، فتحولت محاكمة حبيب سويدية إلى محاكمة خالد نزار ومسؤوليته وما وقع في التسعينات، وخسر هي ورفضت الحد، وهذه هي في المحاكمة لأن يعني الدفاع حبيب سويدية من بين شهود خبراء لي تيمون إكسبير وشهود آخرين من الضحايا إلى آخره، من بينها كان حسين أيت أحمد الله يرحمه، وهي المقولة رد عليه لأنه كان فيه حوار رد عليه اللي قالوا ما بيننا هناك نهر من الدماء ما الحيد، وكان كتاب أربع كتاب يعني للتاريخ، هي هذه محاضر، هي مجموعة من محاضر لمينو دو بروسي، الأسئلة كيف دارت تشهود تصريحاتهم إلى آخره وكأنك في محاكمة، هذا كتاب رائع وهو البروسي دو لا سالغير، محاكمة الحرب القادرة في الجلسة هذه، وكأنك حاضر في هذه الجلسة، وهذا جزء من كتابة هذه التاريخ لأنه في شهادة خالد نزار، في شهادة حسين أيت أحمد، شهادات شخصيات أخرى بما فيها شهادات لجبهة الطرف المدني سيد نعم. أحمد غزالي وجماعة أخرين اللي هم موالون إلى آخره، وهذا جزء من كتابة أنا أعتقد التاريخ. أنا أعتقد أنه راح نديروا طلب رسمي للإدارة على الهواء مباشرة، لأنه ما يمكنش نزيد نمدوا في هذه الحلقة بهذا الشكل. على الأقل أنا يعني كنا عملنا لهم طلب لحلقة خاصة معك يوم السبت حول ما وعدنا الجمهور، أيضا الحديث عن المرحلة الانتقالية وأيضا العدالة الانتقالية، وكان موافقة يعني ممكن يوم السبت الجاي إن شاء الله راح تكون حلقة خاصة نتحدث فيها، احنا كنا وعدنا الجمهور ومن خلالها ممكن نعاود ونزيد نحكي على هذه النقاط. أنا أشكرك جزيل الشكر يعني وأسعد دائما باستضافتك الأستاذ سفيان شويطر المحامي والخبير في القانون الدولي، كنت ضيفي عبر خدمة سكايب من موريال. أترك لك الكلمة الأخيرة سيد علي بالحاج، لأنه أكيد سنرجع لما لم نستطيع أن نذكره، لكن كخلاصة كزبدة ما الذي ممكن أن تقوله في نهاية هذه الحلقة؟ في نهاية هذه الحلقة نقول ما قاله الله تبارك وتعالى، إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، يعني ما عملوا من عمل في الدنيا وما بعد موتهم من آثار. إذن هذه جنازة رسمية بالحقيقة، رسالة للشعب الجزائري وللمخطوفين والمسجونين وللمعارضة في الداخل وفي الخارج، بمعنى نحن ما زال ماشيين في استمرارية الرواية التي نخرجها نحن. ولذلك أنا أرى أيضا من رأيك أن يكون هناك حصة أخرى أو ثانية، لأنهم هم أيضا سيكتبون وتكلمت صحافة دولية وقنوات دولية، فلا يمكن لنا أن نتركهم يزوروا التاريخ كما زوروا تاريخ الثورة الجزائرية أو شوهوا الحراك السلمي الكبير. طيب. وهي جنازة نعم. رسمية ولكن نعم. غير شعبية. طبعا تعرفوا طبعا اذا لازم تعرفوا جنازة رسمية غير شعبية نعم. وهذوك الجيش والحماية المدنية هذوك خدامين، وبالك نعم. ربما كان اللي مات منهم خوه سواء كان في الجيش ولا في كذا ولا عنده مفقود ولا عنده مخطوف ولا عنده كل شيء، لازم نفرقوا. ليست جنازة شعبية كما انت آية أحمد رحمه الله ولا الشيخ عباسي رحمه الله، شفنا الجنازات الشعبية كيف تكون لا بوليسية ولا جيش ولا أي شيء، يعني يخرج الشعب بتلقائية نتاعه بالعفوية نتاعه بالزخم نتاعه بالماضي ولذلك ثم بعد ذلك أيضا لابد أن نعرف لأن الانقلاب قام به خالد نزار ومن معه،
يعني خالد نزار ومن معه، يعني ما نخليوش فقط خالد نزار ومن أكيد. معه أيضا ممن هم على قيد الحياة أيضا، هذا لابد. نحن نريد تغيير النظام، تغيير جذري وقيام عدالة انتقالية مش انتقامية، عدالة لمعرفة الحقيقة ولتصويت حتى نفتح. والله لو كان ما نحلوش هذه الأزمة اللي طالت المدة نتاعها ونحلوا أفق جديد، وفي الحقيقة رانا رايحين إلى ما لا تحمد عقباه، خاصة إذا وضعت الحرب أوزارها في غزة، فإنهم سيتجهون إلى هذه الدول العربية، سوف يمعنون في تقسيمها وفي ضربها وفي الهيمنة عليها، ولذلك القضية مربوطة بعضها بعض، ما يمكنش نفصلها عن بعضها بعض. ولذلك والمجلس الأعلى، أنا سميته المجلس الأعمى وكنت في السجن، كنت نسميه المجلس الأعمى، هذاك لا شرعية له، لأنه لا يمكن لمجلس الأمن أن ينشئ يعني هيئة سياسية تتولى الحكم، هذا لا موجود لا في الدستور ولا أي شيء، هذه سياسة القزول وسياسة القهر. ولازم نعرف أيضا مسألة هامة أخرى، عندنا الضحايا الأخت بلطرش جزاها الله خيرا، وأنا نقول اللي ضحايا النساء الأرامل والأمهات والسكالة واليتامى اللي كبروا الآن وما يعرفوش والديهم وما يعرفوش أبائهم، يعني هذه واللي عندهم 30 سنة يعني لم يطلق سراحهم. بعض الناس كانوا يتصوروا باللي الخطاب اللي راح يديره في الغرفتين سوف يأتي به نقلة وربما يطرح طرح جديد للساحة السياسية والساحة السياسية تناقش فيه، فإذا به لا زالت دار لقمان على حالها، وأكبر من دل على ذلك هذه الجنازة الرسمية اللي حضرها من حضرها، هذه تبقى وصمة عار على كل حال في حكم تبون. سيد سمير، هذا النقاش سيد علي بحاجة، أنت ذكرت نقطة مهمة أنه فعلا كثير من النقاط لم نتطرق اليها، وخاصه المخارج، يعني كيف نخرج من هذه من هذا لونغريناج، من هذا يعني المشكل الكبير اللي راه فيه الجزائر، دائما استمرار نفس النظام، من انقلاب على ارادات الشعب واراده التغيير الاصلاح عند الشعب واراده البقاء في السلطه باي ثمن. هناك مخرج، هناك مخارج سنتحدث عنها في حلقات قادمة، وأنت قلت أنه قد نحتاج إلى حلقات أخرى. الإدارة رهي تسمع وش رانا نحكيه، وباللي الوقت مكفناش، والإدارة تدبر راسها في هذه القضية. المهم النقاشات متواصلة في قناة المغاربية، لأولا تصحيح سير أو سرد تاريخي مزور أمامنا تعتمده السلطة في الجزائر عبر أذرعها السياسية وأذرعها الإعلامية. هذه مسؤولية يعني أخلاقية، هذه واحدة. وثانيا نحاول أن نشارك الجزائريين أو النخبة الجزائرية في رسم معالم الخروج من هذه الأزمة. شكرا لكل ضيوف في هذه الحلقة، والشكر موصول إليكم مشاهدينا الأعزاء على حسن المتابعة. ألقاكم إن شاء الله في فقرات أخرى وحلقات أخرى على قناة المغاربية. إلى ذلك الحين أستودعكم الله وإلى اللقاء.